السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميذ والتلميذات الأعزاء، مرحبا بكم في قناة أخبار الوظيفة. إذا بمناسبة اقتراب الإعلان عن نتائج الجهوي المستوى الثالث إعدادي سنة 2023، سنتحدث لكم في هذا الفيديو عن طريقة الاطلاع على نتائج الجهوي. قبل البدء في شرح طريقة التسجيل، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد. إذن على بركة الله نبدأ بشرح طريقة الاطلاع على النتائج. أولا هتقوموا بالدخول إلى مسار، من ثم ستظهر لكم هذه الصفحة. هتقوموا بالضغط الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ. كتجي هاد المرحلة هتدخلوا اسم المستخدم وكلمات المرور، شنو هتعملوا في اسم المستخدم، رقم مسار، ثم كتعملوا أروبات تعليم بوان ام ا، كتدخلوا كلمة المرور اللي عطاكم في المؤسسة التابعة لها وتضغطوا تسجيل الدخول. من بعد كتمكنوا من الدخول الى حسابكم مسار، كتضغطوا في تتبع النقاط. هنا كتختاروا السنة الدراسية، يعني هتختاروا سنة 2023، كتختاروا الدورة. هنا يظهر لكم نقاط المراقبة المستمرة. حنا بغينا نطلع على نتائج الجهوي، هتضغطوا في هذيك بين النتائج الدراسية، وهنا في الأسفل يظهر لكم النتائج. هنا معدل الدورة، معدل الامتحان كما تلاحظون، يعني حاليا مازال ما تنزلوش نقاط الجهوي، يعني تنتظروا حتى يتم الإعلان عن النتائج. كما قلت لكم في الفيديو السابق، بالنسبة للنتائج غالبا غنطلق ابتداء من 22 من شهر يونيو إلى غاية 27 من نفس الشهر. وانا فورا ما توصل بالنتائج، اي جهة اللي توصل بالنتائج غادي نوفيكم باي جديد عبر قناة اخبار الوظيفة. اذا كما لاحظتوا فهذه هي طريقة الاطلاع على نتائج الجهوي. قبل الختام كنتمنى هذا الفيديو نال اعجابكم، وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وتقوموا تفعيل زر الجرس ليصلكم اي جديد، وبالتوفيق والسلام.